السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم شباب؟ مع حضراتكم محمد نبيل الورداني، معيد مادة الالكترونيك ميجرمنتس، والنهاردة نتكلم مع بعض عن تاني تجربة في المعمل وهي قياس الفيز شيفت باستخدام الليسا جو. الحقيقة لو أنا عندي تو سيجنالز وعايز أقيس الفيز شيفت بينهم، يعني مثلا سيجنال شكلها كده اهو وسيجنال تانية شكلها كده اهو، فهطبعا نعرف إن أي سيجنال ليها امبليتيود فولت بيك وليها فريكونسي اللي هي نمبر أوف سايكلز بير سكند وليها الفيز شيفت بتاعها، فطبعا في فيز شيفت ديفرنس بين السيجنال دي والسيجنال دي. هل اقدر اقيسه؟ في طرق كتير لقياسه. ممكن اعرض سيجنال على شانل 1 وسيجنال تانية على شانل 2 على الاوسيلوسكوب، وبعدين اقوم ظابط التريجر الت بحيث يثبت الاثنين مع بعض، وابتدي اعد ايه في كام ديفيجن بين ده وده، واشوف الريشيو دي قد ايه بالنسبه للريشيو بتاعت الكومبليت سايكل، فاعرف ان في فرق بينهم ايه، مثلا ربع سايكل، مثلا ثمن سايكل، نص سايكل، فاعرف ايه الفرق بين دي ودي كان كفيز شيفت. بس في طريقه ادق شويه للقياس. ازاي بقى؟ تعال نجيب مع بعض الفانكشن جنريتور وناخد الاوتبوت بتاعه ندخله على كاباستور. هو الكاباستور بيعمل فيز شيفت كام؟ 90 درجه. بعدين ناخد الاوتبوت ندخله على ريزيستنس. هي ريزيستنس بتعمل فيز شيفت كام؟ زيرو. فلما احط كاباستور بيعمل فيز شيفت 90 ومعايا ريزيستور بتعمل فيز شيفت زيرو، الاثنين سيريس مع بعض بيعمل فيز شيفت ما بين زيرو الى 90 درجه. طيب تعالى ناخد السيجنال من هنا نتفرج عليها شكلها عامل ازاي. ندخلها على الاوسيلوسكوب مثلا الشانل 1، وناخد السيجنال من هنا ندخلها على الاوسيلوسكوب على الشانل 2، ونشوف الاثنين يبقوا شكلهم عامل ازاي. بس قبل ما نشوف، ما تيجي نحسب. تعالى نسمي ده مثلا في انبوت، ونسمي ده بلس ماينس الفي اوتبوت، ودي ريزيستنس ار، وده كاباستور الامبيدنس بتاعته او المقاومه بتاعته ماينس جي على اوميجا سي. طب يا ترى ايه العلاقه بين الاوتبوت وبين الانبوت؟ فولتج ديفايدر. ليه؟ لان المقاومتين سيريس مع بعض، فاقدر اقول ان الفي اوت بيساوي الفي انبوت في المقاومه بتاعتي ار على مجموع المقاومتين اللي هو ار ماينس جي في واحد على اوميجا سي، صح كده؟ طب لو عايز اجيب الماجنتيود، الماجنتيود بيساوي ماجنتيود البسط على ماجنتيود المقام. طب عايز اجيب الفيز شيفت، يا اما اضرب في الكونجوجيت بتاع المقام بتاع الدينومينيتور فوق وتحت، يا اما اقول الفيز شيفت هي عباره عن فيز شيفت اللي فوق ناقص فيز شيفت اللي تحت، فهقول ان سيتا او اللي هي الفيز شيفت بتساوي الفيز شيفت فوق اللي هي تان انفرس الايماجينري على الريال. طب ما هو ده ار بس، يبقى كانه زائد جي في زيرو، فكان الايماجينري بزيرو، يبقى تان انفرس زيرو على ار ناقص زاويه المقام، يعني السيتا هي زاويه البسط ناقص زاويه المقام. زاويه المقام ايه؟ برضو تان انفرس الايماجينري على الريال، يبقى ماينس واحد على اوميجا سي على الريال اللي هو مين؟ ار. طب هو تان انفرس زيرو بكام؟ ايوه بزيرو. يبقى سيتا بتساوي ايه ده؟ تان انفرس ماينس 1 على اوميجا سي على ار. هو مش التان قد وقد، يعني بتضرب الماينس بره فتطلع ماينس بره في ماينس تبقى بوزيتيف، تبقى تان انفرس، تمام؟ وواحد على اوميجا سي، وهنا ار مش تحت اللي فوق تحت، او بنسميه مقام البسط مقام، يبقى اذن تان انفرس واحد على ايه؟ على اوميجا في ار في سي. فده هو الفيز شيفت بالطريقه الكالكوليتد. سيتا بتساوي تان انفرس 1 على اوميجا ار سي. وعلى فكره الديريفيشن ده علينا ومهم جدا، ان انا ازاي اجيب الفيز شيفت بين ايه؟ بين تو سيجنالز. بيعتمد على ايه؟ بيعتمد اول حاجه على اوميجا اللي هي الفريكوانسي بتاع الفانكشن جنريتور. كل ما الفريكوانسي ما يزيد كل ما الايه؟ ما الفيز شيفت يزيد. بيعتمد على ار قيمه الريزيستنس، بيعتمد على سي قيمه الكاباستنس. احنا هنعمل ايه؟ احنا هنلعب في حاجتين، هنلعب في اوميجا اللي هي الفريكوانسي عن طريق الفانكشن جنريتور، ونشوف لما الفريكوانسي تتغير ايه اللي هيحصل، وهنلعب في ار اللي هي الريزيستنس، فهنستخدم مقاومه اللي هي المقاومه دي، والمقاومه دي من نوع الفاريبل، ما هياش مقاومه فيكسد، فهنلاقي ان فيها ايه؟ فيها تغيرات كتيره، تغير في ال 10 اوم، وتغير في ال 100 اوم، وتغير في الواحد ايه؟ في الواحد كيلو اوم. طب هي بقراها ازاي المقاومه دي؟ المقاومه اللي لما اجي اقراها ببص على الواحد كيلو مضروب في كام؟ مضروب مثلا في 10، يبقى 10 كيلو بلس ال 100 اوم مضروبه في كام؟ في 7، يبقى 10 كيلو زائد 700 اوم،
بلس العشرة أوم مضروبة في كام؟ مثلا مضروبة 7، يبقى 7 في 10 ب 70 زائد 7 في 100 ب 700 زائد 10 في 1 كيلو ب 10000، يبقى 10770 أوم. أن سو أون، ممكن أغير في المقاومة زي ما أنا عايز وأقرأ إيه؟ قيمة الريزيستنس بكام؟ طيب يبقى إذا عشان أغير سيتا هغير يا إما في أوميجا يا إما في آر يا إما إيه؟ في سي. طب ده كقانون نظري، كعملي بقى بنعمل إيه؟ كعملي أنا هاخد السيجنال من بعد المقاومة وأخد السيجنال من قبل المكثف. فبما إن السيجنال دي والسيجنال دي ليهم نفس الفريكونسي، فإذا هيظهر لي باترن من الباترنز اللي هي إيه؟ اللي هي يا إما دايرة يا إما خط يا إما يا إما إليبس. تمام؟ المفروض يظهر خط لو الفيز شيفت زيرو، ويظهر خط الناحية التانية لو الفيز شيفت 180 درجة، ويظهر دايرة لو الفيز شيفت 90 درجة، ويظهر إليبس لو الفيز شيفت ما بين زيرو وما بين 90 درجة. طب الكلام ده جه منين؟ احنا المفروض بناخد التفاصيل الثيوريتيكال دي في المحاضرة وفي الايه في السكشن. تمام؟ فبما ان انا عندي الفيز شيفت ده ما بين 0 و 90، يبقى المفروض يظهر مين؟ يظهر إليبس. طب انا بقى عمل ايه؟ المفروض اقيس الفيز شيفت ازاي؟ قال لك ببساطة شديدة جدا، انت هيظهر لك الإليبس ده، هتقيس من النص لحد فوق، ده هنسميه واي نود، ومن النص لحد الماكسيمم فوق ده هنسميه واي ماكس. وسيتا ميجرد هتساوي ساين انفرس واي نود على واي ايه؟ واي ماكسيمم. يبقى اذا عملي انا اوصل الرسمه دي فيظهر لي الباترن ده، هشوف الطول ده قد ايه اللي هو واي نود، واشوف الطول من تحت لفوق خالص قد ايه اللي هو واي ماكسيمم، واقسم واي نود على واي ماكسيمم واجيب لها ساين انفرس، ده يطلع سيتا ايه؟ ميجرد. بينما المفروض سيتا كالكوليتد بتان انفرس 1 على اوميجا ار سي. طب انا لو عندي سيتا كالكوليتد وسيتا ميجرد هيطلعوا زي بعض؟ المفروض يطلعوا قريبين جدا من بعض، ايديالي يطلعوا ذا سيم. تمام؟ لكن هم عمرهم يطلعوا ذا سيم. فاطرح سيتا ميجرد وسيتا كالكوليتد يطرحوا من بعض يديني ما يسمى بالابسوليوت ايرور، اقسمهم على سيتا كالكوليتد يديني ما يسمى بالايه؟ بالريلاتيف ايرور. طب تعال نشوف مع بعض عملي هنعمل الكلام ده ازاي. دلوقتي حضراتكم انا اخدت السيجنال من الاوتبوت بتاع الفانكشن جنريتور، رحت موصلها اهي، رحت موصلها مره بتشانل 1 في الاستريسكوب، ومره تانية رحت موصلها ايه بالكاباستور، ثم رحت واخد الطرف الثاني من الكاباستور رحت موصله بالريزيستنس الفاريبل، والطرف الثاني من الريزيستنس الفاريبل اللي هو ايه اللي هو جراوند، وحدنا كل الجراوندز ببعض، جراوند تشانل 1 وجراوند تشانل 2 وجراوند الفانكشن جنريتور وجراوند اللي هو خارج من الريزيستنس. يبقى انا كده وصلت الدايره اللي على السبوره. تمام؟ اخد بقى الاستريسكوب واحد من قبل الكاباستور واحد من قبل ايه من عند الريزيستنس، اللي هي واحد من شانل 1 اللي هي في المكان اللي بين الكاباستور وبين الجنريتور، واحد ما بين الكاباستور وما بين ايه الريزيستنس اللي هو الطرف ده، واقوم عارضهم على الاستريسكوب يظهر لي ايه الشكل ده. لو سمحت قبل ما تقيس نزل لي ده على جراوند ونزل لي ده على جراوند. ليه؟ عشان يظهر لي النقطه دي، وهستاذنك النقطه دي حركها لي افقي وفوق وتحت لحد ما تجيبها بالظبط بالظبط عند السنتر بتاع الاستريسكوب. اشمعنى؟ عشان لما تعرض السيجنال بتاعتك بالشكل ده تبقى السيجنال متسنتره بالظبط على الشاشه. معلش هو بس في سلك بيلمس فايه فالسيجنال بتتهز شويه. طيب فدلوقتي لما تكون السيجنال متسنتره بالظبط على الشاشه اقدر اقسم اعد عدد الديفيجنز دي كواي نوت بكام، وعد الديفيجنز من النص لحد فوق خالص واي ماكسيمم ايه بكام، واقسم ده على ده واجيب ايه الساين انفرس، ابقى جبت الايه الفيز شيفت باستخدام ايه الميجرد. تمام؟ واحد يقول لي ايه هو انا لازم اقيس واي نوت من النص لفوق؟ لا، انا على المستوى الشخصي بحب اشتغل ازاي، بحب اقيس 2 واي نود يعني من تحت خالص لفوق خالص، واقول واقيس برده 2 واي ماكسيمم من تحت خالص لحد فوق خالص. ما في الاخر لما اجي ابص على القانون كاني ضربت 2 واي نود على 2 واي ماكسيمم. تمام؟ فالاثنين راحت مع الاثنين، بس كدقه قياس هيقرا ايه بادق وبشكل ايه احسن بكتير جدا. تمام؟ طب يا ترى لما اقيس واي نود واي ماكسيمم هل محتاج اضرب في الفولت بير ديفيجن؟ لا مش محتاج، انا لو ضربت مش غلط، لان في الاخر ايه هيبقى فيه فولت بير ديفيجن فوق فولت بير ديفيجن تحت، بس انا مش محتاج لاني هيروح من فوق مع تحت، فيكفي ان اقيس عدد الديفيجنز اللي هي واي نود وعدد الديفيجنز اللي هي واي ماكسيمم واقسمهم على بعض وجبنا ايه
واجيب لهم الساين انفرس يبقى انا جبت الفيز شيفت. تمام. طيب هنعمل ايه بقى؟ ممكن اغير في الفريكونسي، هلاقي الشكل اتغير. اغير في الفريكونسي هلاقي الشكل اتغير، او اغير في المقاومه. لما اغير في المقاومه الاقي برضو ايه الشكل، ايه الباترن بتتغير مع الزاويه بتتغير طبقا لتغير ايه المقاومه او تغير الفيز شيفت. في الكتاب هتلاقي عند حضرتك جدولين، جدول مغير فيه الفريكونسي وجدول تاني غير فيه ايه الريزيستنس. يبقى انا اقدر اغير من هنا او اغير ايه من هنا، بس يفضل تغير من واحد بس وثبت التاني، بحيث تعرف ايه، تعرف تبقى تشوف تغير الفريكونسي قد ايه وتغير الريزيستنس قد ايه. تمام، وبالتوفيق ان شاء الله.